هذا واحد السيد عيط للبوليس والبومبية، قال لي الو السلام عليكم، قالوا لي اش كاين، قال لي مجريو راه واحد الكسيدة قدامي خايبة بزاف، الكيران مقلوبين، الكميوات والطاكسيات، شي داخل في شي والروينة، ولكن بنادم ما كاينش، يمكن كلشي مات. قالوا لي البوليس عطينا الادريسة، عطاها لهم، جاوا سيدي كيجريو الباصة فين نعطاهم، لقاو سكران في لافيراي. ياك سيدي هادي واحد السيده مزوجه واحد الفرنساوي، المهم واحد النهار دخل الكوزينه ويشوف ماما وختها كيصاوبوا رفيسه، هو عيط على مراته قال لها واش ماما وختك مخاصمين؟ قالت لي لا، علاش؟ الا حين شفت وحده كتصاوب في المسمن وخرى كتقطعوا ليها. هادي واحد الحومه سيدي دق عليهم الشيخ دار دار، قال لي مردوا بالكم راني سمعت كاينه هنا واحد الصينيه فيها كورونا، في الصباح كاملين لاحوا صوانين بالزبل. هذا سيدي واحد السيد كيسعى، كنا كنسعوا الله هو بنته، وبنته زوينه بزاف. المهم سيدي واحد النهار شافها واحد المهندس عجباتو بزاف، ويجي طلبها من باها. المهم الاب قال لي يا سيدي انا موافق، والبنت هي موافقه، ولكن عندي واحد الشرط. اما هو يا سيدي خاصك تسعى معانا 3 ايام باش ما يجيش واحد النهار وتعايرها تقول لك انت كطلبي. يا سيدي موافق واخا. المهم تسعى معاه ما سيدي النهار الاول، النهار الثاني وفلاشيه ويجي كيبكي، قال لي بوها مالك ياك ما بقى فيك الحال حيت طلبتي تنتايا وسعيتي؟ لا لا، قال لي انا ما كنبكيش يا سيدي على هاد اليومين اللي سعيت اللي طلبت فيها، لأن كنبكي على السنين اللي ضاعت ليا في الهندسة. هذا سيدي واحد محشش هادي كيتسارى مع راسو، شوية بانت لي واحد دار شاعلة فيها العافية، المهم التبويقة ولات واحد الشجاعة ما دايراش. دخل سيدي للدار تيجري، عتق الأول جهازه فوق كتافو، رجع تيجري للدار عتق الثاني، شوية الثالث الرابع الخامس السادس، مهم فسالة شدوا البوليس داو الحبس، ما يضربوا بعام ديال الحبس. فسول علاش لقى راسو كان تيخرج البومبية ما خلاهمش يديروا خدمتهم. هادي واحد السيدة قالت الراجل سيدي علاش ما تخرجش حتى مع صحابك ودور وتبدل الجو؟ قال اش غندير بهم ما فيهم حتى فايدة، انت هي كلشي في حياتي، بالمكياج مرتي، بلا مكياج صاحبي. هذا سيدي واحد السيدة تزوجات، المهم من ورا العرس بواحد السيمانة جات لدارهم باش تشوفهم، ايوا جبدات التليفون بغات تعيط لراجلها ما لقاتش الريزو، وهي تقول لهم اوف واش ما عندكمش الريزو هنا؟ وهي تشوف فيها امها بنص عين وهي تقول لها الياجوره اللي كنتي تبركي عليها فوق السطاح بالسويعة باش تهضري معاه ما زالت في بلاصتها. ايوا سيدي لو ضحكتي معانا وفوزتي على راسك ما تنساش واحد الابوني شي تعليق وخا تعيرنا فيه كاع. مع السلامة سيدي، الله يعاونكم.